السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طريقة تاني من الشمع بدل الطريقة اللي هي في الزجاج. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبتدي ان احنا نفضي الشمع. طبعا اللي عنده شمع خلاص، انا ما كانش عندي فاضطريت ان انا اشيل الشمع ده واسيحه هنا. في طريقة تانية برضو، دي هي مية سخنة، بس انا مش عايزة بصراحة اعرضها مباشرة عشان ممكن ازاز يطرقع. فاحنا هنبتدي ان احنا نحاول نشيل الشمع بالشكل ده كده، بالورد بقى بكله، يعني بالورد بتاعها في كل حاجة. هنبتدي ان احنا نكحت الشمع، وهنغير الطريقة، مش هنعملها في الإزاز، هنعملها في اللي هو القطع ديت، القوالب دي. طبعا أنا سندها على القوالب، هي بتبتدي تسيح أهي. موضوع سهل خالص، بس مستنيه حاجة تفك عشان أعرف أنزلها. طبعا هي فيها الريحة بتاعتها وفيها كل حاجة، واحنا قلنا في فيديو قبل كده اللي احنا عملنا فيه الطريقة دي. اهو انا نزلت القالب كله، انا قلت قبل كده في فيديو، اهو رجع فاضي زي ما هو. قلت قبل كده في فيديو ان الطريقة بتاعت الشمع دي سهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة. بنشتري شمع، الافضل والاحسن ان هو يبقى شمع من عند العطار. طبعا انا ما لقيتش، فاستخدمت الشمع اللي هو الشمع العادي بتاعنا. ودي قطعة من، بس انا كنت حاطاها، اصل كنت حاطاها في الدولاب عشان بتعمل ريحة، قطعة من البخور. تمام، هستخدمها معاهم. طبعا انا هبتدي اقلب عشان الشمع يسيح بسرعة. خالص، وهنرجع لبعض تاني. طيب انا دلوقتي يعتبر خلاص ساحت اهي. تمام، طيب الخطوة الجاية اللي انا هعملها بسيطة جدا. انا جبت الشكل ده، ممكن كمان نقص شكل تاني من الاشكال اللي احنا شارينها دي، ممكن نعمل الشكل ده. طبعا دي بتتباع في اي حتة، هي اصلا بتاع الكيكة فبتتباع في اي مكان عادي. يعني هنعمل حاجة بسيطة خالص. هنيجي عند اخر حتة فوق، ماشي، وهنعمل فتحة صغنطوطة جدا اهي، فتحة صغيرة قوي 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 يعني. وهنبتدي ان احنا نحاول ندخل فيها نحاول ندخل فيها، خلينا بقى من فوق ندخل فيها الخيط اللي هو الخيط الخاص بالشمع، وهنشده من جوه كده اهو. ده الخيط الخاص بالشمع، وهبتدي ان انا اشد تاني لحد ما يبقى عندي، هي هيطلع شكلها كده، يعني هيطلع شكل الشمعة كده لحد الاخر بالشكل ده. خلاص، يعني هي هتطلع شكلها كده. وهبتدي ان انا اجيب الكوباية واحطها هنا كده اهو. تمام، وهجيب، طبعا انا مش هحط اي حاجة، ان هي موجودة عليها كل حاجة. بسم الله، هشيل اللي هو الرف الاولاني، وهبتدي ان انا ادلق الشمع بالشكل ده كده. طبعا احنا قلنا فايدة الزهور ان هي بس بتكتر من الشمع، هي هتقعد تنقط فترة وبعد كده خلاص ايه، هتنشف من تحت عادي خالص. الخطوة اللي بعديها
ان انا هجيب قطعة من دي، ده اللي هي الخطوة التانية، وهبتدي اجيب المج ده اصغر شوية من التاني. هو تقريبا في مشكلة ولا ايه، مش عارفة. للأسف ده في مشكلة. هنجرب اخوه، نشوف اخوه هيعمل نفس الكلام. يا ريت تبقوا تجربوهم، عشان تقريبا يعني لازم تجربوهم، عشان تقريبا هيبقى في، ممكن نعمل بالشكل ده، بس برضو هنبقى محتاجين ان الشمعة تبقى كبيرة. يعني لازم تجربوهم وتتأكدوا ان هي بتطلع معاكم بالشكل ده، عشان في اشكال زي ما انتوا شفتوا هي مش عايزة تطلع. هعمل نفس الكلام برضو وهقصها بنفس الشكل اللي انا قصيت بيه، حتة صغنطوطة جدا. اهي هبتدي هنا بقى طبعا ان انا ادخل برضو الفتلة زي التانية. للأسف ما جاتش في النص بالظبط. مش مشكلة بقى، وهنجيب كوباية. اوبس، انا هجيب كوباية وهنحط في الكوباية بالشكل ده. نقلب هنا كويس. هي دي اصلا يعتبر يعني خلاص بتنشف اصلا. اتأكد بس ان هي خلاص. اوب 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 اوب. الخيط لازق تحت. الخيط للأسف اهو الخيط شبك، فاحنا نحاول ان احنا نخلي بالنا عشان الخيط ممكن يشبك. طبعا بقى تيجي زي ما تيجي، انا معرفش هي هتيجي قدها بالظبط ولا لا. طيب ايه فايدة ان ممكن حد يقولي طب احنا ليه بنحط ورد وكده؟ الورد بس هو بيزود من الحجم، عشان ما استخدمش شمع كتير بس، لكن هو مش بيدي ريحة او حاجة. يعني هو مش شمع بريحة يعني، لكن الورد ملوش اي استخدامات تاني، عشان بس ما حدش يفتكر ان هو بيبقى ليه استخدامات. هو لا، هو ملوش اي استخدامات، بس هو زي ما الناس ممكن تحط حجر. يعني ممكن في الاخر نحط مثلا، نحط احجار مثلا. نحاول كده ان احنا ندخل ممكن في ناس تحب ان هي تحط احجار في الشمع، فبرضه دي حاجة ترجع له. بس انا كده يعتبر خلصت. طبعا يدي ريحة جامدة جدا بالنسبة للبخور. هي عايز اقول لكم ان اصلا من غير اي حاجة هي هتدي ريحة، يعني من غير ما تولعيها لو سبتيها في المكان هتديكي ريحة حلوة. دي نشفت شوية، لان هي اصلا حاول نظبطها، بس بالظبط ان هي اصلا يعني قعدت فترة اكتر من دي. المية خلاص بردت، هخلص الدنيا دي وارجع لكم تاني. للاسف انا غلطت وانا بشدها، طلعت الشمع منها مع الاسف يعني. لكن دي تمام، دي حتى يعني هي يعني دي بالنسبه لدي نشفت تمام. اما بالنسبه لدي بقى للاسف مع الاسف هي لسه قدامها شويه. احنا ممكن نحطها في الفريزر عشان نبقى ضامنين ان احنا شايلينها كويس يعني. دي للأسف هضطر آسفة ان انا سايحها تاني وادخل فيها الشمع. ملهاش اي حل تاني خالص
غير للأسف إن هي تسيح، فبعتذر بقى إن أنا خربتها. احنا ممكن، بصوا احنا ممكن نسيبها نحطها في الفريزر لحد ما تنشف وارجع لكم بعد ما ينشف. وهي كده كده يعتبر زي الفواحة اصلا، يعني هي كده 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 بتعمل ريحة حلوة جدا في قلب المكان. تمام، طبعا انتوا عايزين، لو عايزين تشوفوا المكونات كلها هتروح على الفيديو الاصلي. ان شاء الله هبقى سايباه في صندوق الوصف، وان شاء الله هنزل فيه بستوري بعد ما اخلص وبعد ما ينشفوا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. بصوا مبدئيا كده احنا يعني على الخفيف خالص، وده كله هنقصه عشان نعرف نقعدها، يعني على الخفيف خالص، نشد بالراحة خالص عشان بس الشكل الشمعة ما ايه ما يبص معانا. هو فاضل خلاص الراس بتاعتها، نحاول ايه نشد بالراحة خالص. اوبا، ادي شكل الشمعة. طب احنا هنسويها ازاي؟ هنجيب عادي اي حاجة زي مثلا القطر، اوكي، وهنبتدي بس نساوي الايه الاطرف عشان تعرف تثبت، عشان الشمعية تعرف ان هي تبقى ثابته. احنا هنسويها بقى من الاول خالص. عشان ما تبقاش مختلفة عن الجنب بتاعها اهو. ناخد بالنا عشان ما نشرخش، دي عالية شوية. وادي الشمعية بتاعتنا زي ما احنا شايفين. ممكن نظبط الجنب ده كمان، حصل الجنب ده اكبر شوية. وادي الشمعية بتاعتنا، ريحة بقى مش قادرة اقول لكم على جمال الريحة بتاعت الشمعة. احنا ممكن حتى نجيب برضو المج ده ونحطها جواها كده، بحيث ان هي تدي ايه، ممكن تدي شكل يعني لطيف كده شوية. وعادي ممكن نسيبها زي ما هي كده عادي اهي اهي، ده شكل الشمعة بتاعي. وكده نبقى خلصنا شكل الشمعة الاولانية اهي زي ما انتوا شايفينها، حاجة والله فخيمة وريحتها تحفة، ريحتها فوق الممتاز. دي اللي احنا ده اللي باين فيها، ده الزهر بتاعها، الزهرة الزهر اللي احنا حطيناه فيها، وكمان البخور اللي احنا حطيناه. وهنولعها عادي وكده، يعني احنا عملنا شكل كويس وريحة تحفة كمان. طيب يلا نفك التانية اللي هي بقى باظت، هنعملها زي الفواحة وخلاص. وممكن ان انا زي ما قلت لكم، ممكن ان احنا اصلا نحطها في قلب حاجة زي دي كده ونولعها، برضو شكلها شيك جدا. يلا نفك القطعة التانية اللي باظت مني للأسف، بس مش مشكلة بقى. بسم الله، واو، واو بجد بجد واو. يا ريت دي ما كانت باظت. انا على فكره ممكن كمان، يعني بصوا اصلا شكلها فظيع، شكلها فظيع فظيع فظيع. يعني انا ممكن ما اقشرهاش اصلا واسيبها، احسبها زي الفواحه، نشيل بس الزوايد، نبتدي عشان تبقى ثابته على الارض معانا. انا بصراحه يعني انا هستخسر ان انا العب فيها تاني بصراحة. يعني ودي كانت الشمعة التانية اهي،
شفتوا شكلها عامل ازاي يا بنات؟ والله العظيم مشروع تحفة. يعني انتوا لو عملتوا مشروع بالحاجات دي، بصوا اصلا الشكل فظيع. يمكن دي اصلا شكلها كمان احلى من التانية. يعني بصوا دي ودي، يمكن دي شكلها الطف شوية، دي شكلها شكلها حلو، الوردة بتاعتها شكلها حلو، ودي برضو شكلها حلو، بس الاحلى بصراحة اللي عجبتني اكتر هي دي. فانا بصراحة هسيحها، يعني انا هسيحها وابتدي ان انا احط الفتلة. وده غلط بصراحة، انا يعني ده خطأ مني ان الفتلة بتاعتها شدتها انا غصب عني. فناخد بالنا جدا واحنا بنعمل الشمع بتاعنا لحاجة ما تكونش بايظه او كده. في طبعا اشكال غير دي، الاشكال دي اكبر كمان، يعني في حاجات اكبر ممكن تبقى في قوالب اصلا خاصه للشمع، بس انا بصراحه ما لقيتهاش. انا اللي لقيته وجبته، ف دول هم اللي هي دي. ممكن برضو نحطها هنا، شكلها ظريف قوي. يعني المج ده، لما دول اللي كانوا جوه المج اللي احنا عملناه ده، فكانت واخده 2. بس انا ممكن، انا في فكره جات لي ان انا ممكن ادخل بدبوس، يعني نعملها حتى مع بعض مفيش مشاكل. عايزه تركيز عالي جدا. هنبتدي ان احنا ندخل الخيط جوه هنا اهو، فهي عايزه تركيز. ونجيب القطعه بتاعت الشمع، بدل بقى ما نقعد نسيح ونعمل، ربنا يستر. انا هبدا، مش عارفه ابدا من فوق ولا من تحت، بس ممكن نبدا من هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة بقى. لا 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 ما جتش. طيب نجربها من تحت، ممكن من تحت تخش. يعني انا بحاول. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ها طلعتي منين؟ انتي رحتي فين؟ مش مشكلة. كويس 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 كويس. بس نخش جوه شوية، نخش جوه شوية شوية. دوم نخش اكتر. نشد بقى الخيط، واقول لكم هسيحها بعد كده ازاي. نجحت الخطة بتاعتي الحمد لله، الخطة بتاعتي نجحت الحمد لله اهي، ودخلناها. مش مشكلة، دي بقى ممكن اسيحها بال ممكن اسيحها بالولاعة عادي. هجيب الولاعة بس وتلزق كده بس الشمع، تمام، وهتلاقيها لزق. لو عملتيها على النار هتلزق. يعني دي كانت الحمد لله فكرة كده، كويس ان هي جت في بالي. وطبعا عشان خاطر انا ما بحبش اخلص الخيط، فايه هنقص الباقي ده وهنستخدمه في حاجة تانية. يلا بقى نولعهم مع بعض. بقى تبصوا معايا المنظر كده، منظر خطير جدا. بصوا برضو هنا منظر تحفة. يعني انا حبيت، يعني حبيت شكلهم جدا. الموضوع سهل، خلصت نعمل غيرها، يعني غير موضوع غير مكلف. والريحه بقى ما اقولكوش، الريحه بجد ما اقولك، ريحه خطيره، ريحه بجد فظيعه. يعني حاجه كده مش قادره اوصفها لكم يعني. بس يعني دي كانت نهايه الفيديو. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. واتمنى ان الفكره دي بجد تعجبكم، واتمنى ان انتم تجربوها. ولو عجبتكم قولولي. موضوع سهل خالص، واكيد الشمع عندنا كلنا. ريحه بجد فظيعه، ريحه بجد فظيعه فظيعه فظيعه. بقى لما ينزل بقى مع البخور كده، او مع الريحه بتاعتها بتنزل بقى، تعمل انتوا شايفين الدخنه حتى اللي طالعه، عامله شغل عالي قوي. حتى هي القطعه ذات نفسها عامله ريحه. يعني ممكن حتى لو هي خلصت، احنا ممكن نعملها زي الفواحات، نسيبها في اي مكان تعمل ريحه. بس ده كان نهايه الفيديو بتاعي. شو لايك سبسكرايب للقناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم.